500 صقر تنافست في كأس رئيس دولة الإمارات للصيد بالصقور، الذي أقيم للمرة الأولى هذا العام على مدار 10 أيام في منطقة الفلاح بأبو ظبي. المسابقات كانت مختلفة، عندنا مسابقة تلواح، عندنا مسابقة التدريب الطائرة اللاسلكية وتدريب البالون. طبعا البالون والطائرة اللاسلكية هي من الطرق الحديثة اللي طبقت لرفع كفاءة الصقور، ومن ثم وضعناها في إطار تسابقي شريف جدا، منافس جدا يتسم بالشفافية للإخوان الصقارين. فطبعا مسابقة جدا مبشرة بأن هذه الرياضة راح تتوسع، هذه الرياضة راح تكون لها صدى كبير في المستقبل، عدد مشاركين يزيد. وفاز بالمركز الأول في المسابقة فريق NAS التابع لولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إذ حقق 23 ثانية و 330 جزء من الثانية في مسافة 500 متر. الحمد لله حققنا المراكز الأولى في شوط التلواح الذهبي، شوط التحمل، وفي شوط كأس رئيس الدولة. الحمد لله فضل الله جبنا المراكز الأولى. اليوم حرزت كأس رئيس الدولة بجير شاهين اللي هو اسمه المدمر، وهذا الحمد لله توفيق من رب العالمين. والطير يتبع فريق NAS اللي هو المملوك لصاحب السمو الشيخ حمدان محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي. الحمد لله الله وفقنا، هذا توفيق من رب العالمين. وفي شوط التلواح الذهبي احرزنا بعد المركز الاول. نحب ان نهدي هذا الفوز لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب السمو الشيخ محمد بن حمدان بن محمد بن راشد، بهذا الفوز الغالي كاس رئيس الدوله. المنافسه طبعا كانت قويه اليوم، والله وفقنا الحمد لله فريق NAS بطير الاخ سيف مدمر جير شاهين، ما شاء الله حطم الرقم وجاب المركز الاول الحمد لله.